تزامنا مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. لأنها نصف المجتمع، ولأنها تلد النصف الآخر كذلك، وتقديرا لدورها في المجتمع كونها الأم والأخت والزوجة، كان لزاما سن القوانين لحماية المرأة. في هذا الخصوص نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت فعالية توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا المرأة تعرض الكثير من الممارسات العنف، ومنها حرمانها من الميراث، ومنها إهانتها، ومنها تهديدها من مسألة الطلاق، ومنها الضرب المبرح داخل المنازل وداخل الأسر. في حضرموت بدأت المرأة تأخذ حقوقها في كل شيء، ويعتبر العنف ضدها أقل حدة مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى، أو بالأصح فإن العنف ضد المرأة هنا يكون بشكل محدود وفي حالات نادرة. نحن طبعا بناء على دراسات حديثة معانا اكتشفنا أن المرأة في حضرموت ما زالت لا تحظى بمكانتها في المجتمع، وذلك نظرا لبعض العوائق التي تواجهها، من ضمنها العادات والتقاليد والمجتمع وعدم تكافؤ الفرص في المناصب الحكومية. طبعا اليوم هو يوم مناهضة العنف ضد المرأة. منظمة الأمم المتحدة اختارت هذا اليوم ليكون يوم المناهضة، واختارت اللون البرتقالي مش عبث، ولكن اللون البرتقالي يدل على الإشراق. منهن الإعلامية والطبيبة والقيادية وصاحبة القرار جنبا إلى جنب، مشاركة للرجل في كل مناحي الحياة في حضرموت. فلا ندري عن أي عنف يتحدثون، ولا عن أي حقوق يطالبون. لقناة المكلا، محسن بالبحيث.